ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. خلونا نبدأ بإيه يا شيف؟ لو احنا عندنا المنيو بتاعنا النهاردة، الحاجة اللي ممكن تاخد مننا وقت، خلونا نحضر الكفتة أو نحضر فطاير السمك. هنشوف نعملها بطريقة بسيطة إزاي، وهي واخدة سكة لطيفة وحاجة حصري يعني. معانا سمك فيليه قشر بياض، ومعانا دقيق، ومعانا معلقة بيكنج باودر وشوية خضرة. بس خلص الكلام. تاني، سمك فيليه قشر بياض وكوبايتين من الدقيق وشوية بيكنج باودر وبصل وتوم وشوية خضرة. تعال نشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام؟ طيب، بس خلوني للأمانة يعني في شوية تحضيرات كده وإحنا شغالين، ما بحبش أنا أمشي على نظام إيه الأكلة تبقى كل حاجة لا، خلينا نحط المكرونة دي في النار، ناخد وقتنا في السوى شوية. هنعمل العجينة الأول بتاعة الفطاير مع بعض، عجينة كده غير تقليدية حلوة هتعجبكم. بنجيب بولة زي دي كده، حلو، اللهم صل على النبي. بنحط في البولة دي شوية دقيق، تقريبا دول كويس يعني، اذا احتاجنا بنحط تاني شويه بيكنج باودر، حلو قوي. بنحط على البيكنج باودر ده شويه خضره من البقدونس والكرفس، شويه شبت. ايه الجديد يا عم الشيف ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ شويه ثوم، شوية بصل، كل ده على الدقيق. شوية ملح، يعني بصوا هي دي الطريقة هتعجبكم يعني، وحاجة سهلة مش هخليكي بقى تعجيني والجو ده. شوية بابريكا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية كركم ده برضو على الدقيق، شوية فلفل أسود على الدقيق، نعم، عايز تعرف شوية زعتر، ايوه زي ما قلت كده على الدقيق، حلو الكلام؟ زي الفل. هناخد المقادير اللي احنا عملناها دي كلها مع بعضيها. سبايسي، نحط سبايسي، انا بحبها سبايسي. ناخد القرن الفلفل ده كده نقطعه بالشكل ده كده، وعلى الدقيق كل ده شيف، كل ده. وعندنا من المياه الغازية زي دي كده، بس خلاص. ونقلب العجينة دي مع بعض. حطيت ايه تاني يا شيف؟ يلا اكتب ورايا. دي خضرة، بقدونس، كزبرة، شبت، فلفلة حارة وده اختياري، بصل وتوم، ملح وفلفل وشوية بهارات. هتحتاج مياه غازية، بنحط بالشكل ده كده. بقى عندي عجينة، هو ده قوامها، حلو اهو القوام ده، حلو اهو، تمام. واسيبها على جنب شوية، هتحتاج شوية كمان، بس خلاص. حلو الكلام؟ زي الفل. هنقلب دول مع بعض. خلطة حلوة دي هتعجبك. دي تاني، اكتبي ورايا يا ست الكل من فضلك، عشان الشغل اللي بعمله ده والفطاير دي حصري. دي بيكنج باودر، خضره، بقدونس، كزبره، شبت، قرن فلفل حار وده اختياري، بصل وتوم، بهاراتك الحلوه، بابريكا على شويه فلفل على شويه ملح على شويه كمون على شويه كزبره على شويه كركم، ونعجنها بالشكل ده ونخليها على جنب. لغايه كده احنا شغالين صح. ناخد السمك بتاعنا، حلو، تمام، واخدم عليها كويس في التقليب يعني. هناخد السمك فيليه بتاعنا القشر البياض، وهتتساءل دلوقتي اسئله كتير وانتوا قاعدين، ممكن فيليه بلطي، ممكن فيليه وقار، ممكن جمبري، ممكن
يعني اللي انا هستخدمه دلوقتي له بدايل. ما عندكيش قشر بياض استخدمي فيليه بولت، وده موجود في السوق. ما عندكيش فيليه بولت استخدمي جمبري، انت وجيبك بقى. هناخد السمك بتاعنا الجميل الحلو ده اللي هو قشر بياض. الله، طازه. حلو. ونشيل دي من هنا. وناخد السمك ده يا عم الشيف. نقطعه كده. بالطول. ونفس القصة كده. بالسكين. يعني يبقى قطع صغيرة. اوعى تعوري ايدك. انا مش عايز احطه في المفرمة، مش عايزه مفروم انا. اهو. سكينة حامية تحت ايدك، تقطعي طولي كده رفيع شرايط يعني، وبعدين بالسكينة كده تقطعي ايه قطع صغيرة. لو هو جمبري هيبقى سهل معاكي. وده فيليه بولت، فيليه قشر بياض طازه. يتاكد ان هو اتفرم تمام زي الفل. ناخد واحده كمان. يلا واحده كمان بالشكل ده كده. نفس الطريقه. شكل طول كده. جربيها لاولادك النهارده. الاولاد دايما بيقولوا لك يا ماما مش بناكل السمك. هتجيب الفيليه البلطي او الفيليه القشر البياض المتواجد يعني، او اللي هو متاح، وهتجيبيه بنفس الشكل كده. دي خلاص. وهنقطعه زي ما انا شغال كده بالطول. تحت ايدك كده. بسم الله. تاني اهو. ولازم السكينه يا اختي يا ست الكل يا امي تكون حاميه، يكون السلاح بتاعها كبير عشان ايدك ما تتعورش. تتحكمي فيها بمقبض ايدك كده. الحاجات دي لازم تشتغلها بايدك انت. معلش يعني ما تروحيش عند السماك وتقولي له عايزه كده، لا خالص. انت خدي السمك الفيليه وروحي على البيت قطعيه انت كده من فضلك، بدون ما اخش في اي تفاصيل. اشتريتي سمك فيليه قشر بياض، تعالي على نفسك وانت قطعيه بايدك كده بس وخلاص. اقول لك بقى السمك ممكن يتغير، يخش بدل الحاجات دي انا مش بتكلم فيها، بكلمك في حاجه علشان انت تبقي حريصه وعارفه بتعملي ايه. نفس الموضوع. هناخد شويه نشا على السمك ده كده، عصره ليمون على السمك ده كده، ونقلبهم مع بعض بدون اي توابل. تاني حطيت نشا وحطيت عصرة ليمون وقلبتهم مع بعض. شيل دول من هنا مش عايزهم، فيهم شوك. ونقلب دول كده. نشا ليمون بدون اي بهارات. نشا ليمون بدون اي بهارات. حلو الكلام. وعند الخلطة الجميلة الحلوة دي كده، وعندي طاسه بتسخن على النار. حلوه دي فطايره شيف. شوف هعملها ازاي دلوقتي. هشيل الحله من دي من هنا. الله. ونشوف المكرونه وصلت لفين. وانا واقف كسبت وقت. ميه بتغلي على النار ونار شغاله كده كده. النار شغاله. سلقت المكرونه وخلصت منها. هخليها دي نص سلقه على فكره، اللي انا هستخدمها للتونه بس لما يجي وقتها. حلو. هنحط الطاسه دي على النار، نار شديده بالشكل ده كده. ونحط في النار دي يا عم الشيف شويه زيت. حلو. ونضيف على الزيت ده قليل من الزبده بالشكل ده كده. وبصراحه دي مش عاجبني شكلها، شكلها هنا اشيلها كده. المخرج بيدعي لي دلوقتي انا عارف في سره.
هل واخد الكفته الحلوه دي كده، واخد الفطاير دي كده، اللهم صل على النبي، واجي اشتغل هنا كده ايدي بشويه ميه. اللهم صل على النبي، فطاير السمك حصري على طريقه الشيف المغازي، ايدي في الميه واجيب العجينه الحلوه دي كده، واخد السمك ده كده واشتغل كده في قلب الزيت تاني كده، وفي قلب الزيت كده، وفي قلب الزيت يقلب في الميه، وفي قلب الزيت. نعم يا غالي، سؤال لطيف، قال لي ليه حطيت نشا على السمك بالشكل ده كده؟ نشا على السمك علشان يثبت الخلطه اللي انا باخدها دي كده مع السمك. سيبوني بقى اخلص الكميه دي الكبيره الحلوه دي كده، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، لأن عندنا مكرونة بالتونة والجمبري، سوري بالتونة بس والبشاميل يعني، معناش جمبري النهاردة، مش كل يوم جمبري، ومعانا بلح البحر هنعمله شوربة على طريقتي هتعجب حضراتكم، بتناسب أيام الشتاء وأيام البرد. شفت الخلطة دي؟ فطاير السمك حصري، سمك فيليه قشر بياض، تاني في الميه. جربيها لاولادك النهارده، ممكن تجربي بدل السمك شويه جمبري، عندك فيليه بولتي برضه هيحل مكان قشر بياض. نعم نطلع فاصل، بس انا عايز قبل ما اطلع الفاصل نقلب مع بعض واحده واثنين وثلاثه كده، ونشوف الاختراع بتاع الشيف المغازي ده، ايه رايكم؟ تمام، نقلب واحده واثنين وثلاثه، يلا نبص على الدنيا كده. وعليك حق، ليكي حق طبعا، عايز تشوف اللي انا بعمله ده نتيجته ايه في الاخر. يعني انا دلوقتي لو قاعد قدامك وبتابع الحلقه دي كده والصوره الحلوه دي كده، حق ان انا اشوف في الاخر الشيف بيعمل ايه. واحنا مع بعض. بدانا منين؟ من اول واحده دي اهو، ده حاضر اهي، الله اهو، يلا واحنا مع بعض اهو. نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف، نكمل مع بعض الفطاير الحلوه دي كده، فطاير السمك على طريقه الشيف المغازي، هتاكل صوابعك وراها، فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه من بدايه اضافه النشا دي، لسه شويه ودي لسه شويه ودي لسه شويه، لازم تصبري عليها لان دي مكوناتها كتير. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الفطاير بالسمك الفيليه قشر بياض حصري. معانا شوربه بلح البحر، معانا مكرونه بالتونه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكفتة بتاعتي جاهزة زي الفل، أقلب كده أجيب الطبقات بتاعتنا الجميلة. حلو، خلي بالك تحط في الاعتبار إن هنا استوت دي خلاص، شفتي؟ ونفس القصة تاخد وقتها. طلعنا احنا الفاصل طبعا وكانت معانا اهي وجود البيكنج باودر، بعجن العجينه بتاعتي بمياه غازيه دون ذكر اسمها، مياه غازيه بيضه
خلي بالك. ليه يا عم الشيف؟ عشان تبقى العجينة بتاعتنا هشة كده، عجينة اسفنجية من الآخر بالشكل ده كده. باخد مكعب زبدة كده بحط عليها، شفت الجو ده كده اهو. اعملها لأولادك النهاردة قولي لي رأيك فيها ايه. دي استوت نشيلها. دي استوت نشيلها. اخبار دي الله، هي دي كمان استوت نشيلها. ايه الدنيا، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ودي نخليها هنا كده حلوه دي اهي. نعم يا غالي، ما ينفعش ده، ما تتشويش في الفرن، دي تتقلي زي ما انا شغال كده. دي لسه شويه كمان اهو، بس تكون النار حلوه عندك كده، النار شديده خلي بالك. ودي كمان ايه الاخبار اهو، شفت عامله ازاي زي الكيكه اهي. اخبارك حلوه انت اهو، فطاير السمك على طريقه الشيف المغازي اهو. الله اهي، ايه الجمال ده، والطبق اتملى، واللي ياكل واحده من ده يدعي لي. ايه الاخبار دي كمان، هو ده الف انا وشفا. ونرفع دي من النار، حلو حلو الطبق ده، هناخده هنا كده ونقدمه هنا. دي فطاير السمك حصل، جربها لاولادك النهارده وقولي لي رايك فيها ايه. حلو، ممكن تقدمي معاها ليمون، تقدمي معاها شرايح من البصل الاخضر زي ما انت عايزه، اختياري بقى. تعالوا مع بعض نعمل المكرونة بالتونة مع البشاميل، حاجة كده زي الجراتان هتعجبكم. مقاديرها على الشاشة، تونة، مكرونة اتسلقت معانا شوية،